أدرك الإسلام أهل المغرب وهم منتظمون في كيانات سياسية قبلية. دخل الإسلام إلى مصر في عهد الخلفاء الراشدين، وفي سنة 50 للهجرة كان التعيين الأول لعقبة بن نافع، وكان تأسيس القيروان. ودخل الإسلام إلى إفريقيا، تونس الحالية، في زمن الخلافة الأموية بدمشق. وفي عام 55 للهجرة كانت المواجهات بين والي الأمويين أبي المهاجر دينار وبين أهالي المغرب بزعامة كسيلة. وفي عام 62 للهجرة تم التعيين الثاني لعقبة على إفريقيا والمغرب الأقصى. وفي عام 64 للهجرة كان وصول عقبة إلى سوس بأقصى المغرب. وفي عام 73 للهجرة انهزم الجيوش الأموية بقيادة حسان بن النعمان أمام جيوش دهية الجراوية المعروفة بالكاهنة على مقربة من باغايا بالجزائر. وفي عام 79 للهجرة أسس صالح بن منصور إمارة كور بقرب الحسيمة، أقطعه إياها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وفي سنة 85 للهجرة أنشأت الخلافة الأموية ولاية المغرب، وعين عليها موسى بن نصير والي القيروان طارق بن زياد. فدخل الإسلام إلى المغرب أول ما دخل إلى الشمال بلاد طنجة. وفي عام 86 للهجرة فصل ولاية إفريقيا والمغرب عن ولاية مصر وربطها بدمشق مباشرة. وفي عام 92 للهجرة نزل طارق بجبل طارق. وفي عام 93 كانت سيطرته على طليطلة عاصمة القوط. وفي عام 97 للهجرة تم تقسيم ولاية المغرب إلى ولاية طنجة وولاية سوس، وصدرت من ولاة الأمويين على المغرب أنواع من المعاملات المنكرة والظلم الجبائي والإهانة النفسية. وفي عام 22 و100 للهجرة قامت بسبب ذلك الظلم ثورة أدت إلى استقلال المغرب سياسياً عن الخلافة في المشرق، وبرزت إمارات محلية متفاوتة النفوذ، بنو صالح في نكور، وبنو طريف في تامسنا، وبنو مدرار في سجل ماسة بتافلالت. كما برزت إمارات زناتية في أغمات وسلا وتدلا. وكانت هناك تدخلات خارجية وأطماع في المغرب الأقصى من الأمويين من الأندلس ومن الفاطميين من إفريقيا. وكان الانتماء إلى الإسلام على مذهب السنة، ولكن هناك تيارات جانبية كان لها تأثير ووجود عابر كالمعتزلة والخوارج السفرية والشيعة الزيدية. ولم ترد أخبار عن معارك غزو للمغرب الأقصى، الأمر الذي يرجح أن استجابته للإسلام لعبت فيها قبائل أصلية دوراً كبيراً، وإن قاومتها قبائل أخرى.